ماذا أسمع؟ شخص ما يريد أن يأكل؟ سيأتي الشيف دائماً للإنقاذ؟ لا أحد سوف يطعم حفيدتي طعام لذيذ مثل الجدة. أنا آتية. أختي تريد أن تأكل. سآتي لإنقاذك. أنا جائعة، أريد أن أكل شيئاً لذيذاً. لنبدأ بأشياء بسيطة. حضروا لي بعض البطاطس المقلية. سهل، سيتم الأمر. أريد فقط أن أتعلم الطبخ. بينما يقوم الجميع بتقشير البطاطس، سوف أسكب الزيت. بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه الكثير من الزيت. حسناً، الزيت يغلي تقريباً، مما يعني أن الوقت قد حال لصب الشرائح النهائية من البطاطس. لا، قف. أوه، إنه يتناثر. حار، ساعدوني. ماذا تفعل؟ بسببك كان أن يقصفنا الزيت المغلي. يجب سكب الزيت بكل حذر، ثم ستقلى البطاطس بالتساوي. سادام، لا شيء صعب. البطاطس المقلية جاهزة، يبقى فقط إضافة القليل من الصلصة. هذه بطاطس مقلية، لا أظن ذلك. أما أنا سوف أحضر بطاطس مقلية حقيقية. لكن هذا ليس كل شيء. الآن سأقدم طعماً شهياً حقيقياً من البطاطس المقلية. سأحتاج إلى اللحم المقدد وصلصة. وبالطبع إكليل الجبل المعطر. يا لها من رائحة. بالضبط، لن أستسلم حتى الآن. لماذا لا أستخدم البطاطس من المارميلاد؟ يقولون إذا غمسته في شراب الفراولة سيكون ألذ. رائع، سأبدأ بتجربة البطاطس من المنتصف. جدتي، هذا رائع حقا. أوه، لا يمكنني تحمل إكليل الجبل. أنا آسفة أيها الشيف، لكنني لم أحب ذلك. لكنني أقدر الفكرة مع بطاطس المارميلاد. الآن لا أعرف ماذا سأختار. فلتكن أشد. هاي. هذه المرة أكثر صعوبة. عليكم صنع السوشي. سيتم الأمر. أفضل وصفة. شوسي سوشي؟ نعم، ليس لديهم أي فكرة في القرية عن ماهية سوشي. أنا سأصنع هذا الشوسي الذي لن تحلمون به. السوشي العادي ممل جدا. لدي فكرة أخرى، سوشي من الحلويات. وبدلا من الكريمة الحامضة في الحشوة، سيكون هناك كريمة مخفوقة لذيذة بالداخل مع عين لذيذة. جميل. وبالطبع لن أنسى شراب الشوكولاتة. فكرة مثيرة للاهتمام. سيكون السوشي الخاص بي جاهزاً أيضاً قريباً. الشيء الرئيسي أن أكرر بعض الطهي بعناية. ألا لا شيء معقد؟ لا شيء معقد؟ دعونا نرى ما هو السوشي المثير للإشمئزاز التي ستحصلي عليه. أضيف الصلصة. أنا أعرف كيف أفعل ذلك، هكذا. أوه، ماذا يسمى هذا؟ أفوكادو؟ الشيء الرئيسي هو لف كل شيء بالتساوي. أما مع الجدة بالتأكيد لن تنجح. الآن السوشي مثالي. رهيب، لم أكن أعتقد أن الشوسي سيكون قبيحاً. حان الوقت للف السوشي مع سمك السلمون. الشيء الرئيسي هو عدم البخل مع الأسماك. أقطعه إلى قطع عريضة. ولا أنسى صلصة الصويا. السمك تقولي؟ حسناً، سيتم الأمر. جاهزة؟ أتمنى أن يكون لذيذ. واو، مع الشيف بالطبع تبدو السوشي أكثر جاذبية. لا يمكنني وضع هذا الرعب أمام حفيدتي. يجب القيام بشيء ما. لماذا لا أصنع سوشي من الخيار فقط؟ لذيذ وصحي.
ومقزز. لماذا؟ الخيار مناسب جدا مع السوشي. هأحتاج فقط إلى وضع المزيد من الأرز فيه. غير شهي أبدا. انتظر، لم أنتهي بعد. ها الآن انظروا إلى هذا الجمال. ما هذا؟ لم أرى قط سوشي مع الخيار بالأرز. لا، لن أجرب هذا حتى. لكنني سأجرب السوشي الحلو بكل سرور. لذيذ، لكنه غير مشبع على الإطلاق. بقي مرشحاً واحد فقط. ها هو السوشي الحقيقي. الشكل والطعم. سيدتي الشيف، لقد فزت. شكراً، كان ذلك واضحاً. آمل أن يتمكن كل واحد منكم من صنع كعكة الوافل. سمعت أننا بحاجة إلى البدء بالعجينة. لا أعتقد أنها ستكون مشكلة أبداً. أضيف السكر للتحلية. أحركه قليلاً. روعة. والآن أضيف الدقيق. أوه، أعتقد أن شيئاً ما في أنفي. أهي كعكة وافل؟ لا بأس بذلك، نستمر. هذا الدقيق كاف لصنع كعكة وافل لذيذة. أحتاج فقط إلى مزج كل شيء جيدا. الآن يمكن سكب عجينتي النهائية في جهاز تحضير الوافل. ستكون هذه ألذ فطائر في حياة أختي. واو، حصلت على عجينة لذيذة جدا. والأهم من ذلك، بدون قشر بيض. آمل أن تتحول إلى فطيرة محترمة. الجميع أضاف السكر، لكنني أعلم أن السكر مضر، لذلك سأضيف الكوسة بدلا منه. أو ربما سأصنع العجين بالكامل من الكوسة. علي بشرها على مبشرة ناعمة. جاهزة. الآن أضيف البيض والدقيق بالطابع. أخلط كل شيء جيداً وأضيف القليل من الخضروات للطعم. منظره قبيح جداً. لكن هذه العجينة أكثر فائدة من عجينتك. الآن يمكن سكبها في محضر الوافل. ولا أنسى ضبط الوقت حتى لا تحترق الوافل. نعم، ضبط الوقت فكرة جيدة. أي، أنا لم أضبط الوقت وكعكتي محترقة قليلاً. حار، لكن لا بأس، سوف أخفي مظهرها الغير لطيف للغاية مع الكريمة المخفوقة والتوت وشراب الشوكولاتة. تبدو جميلة الآن. وأنا سأسكب شراب القيقب على الفطائر. قطعة من الزبدة لن تكون زائدة أيضاً. كم تبدو جميلة. وأنا سوف أقوم بتزيين فطائر الوافل الصحية بالأعشاب الصحية. لا أطيق الانتظار للتجريب، سأبدأ بهذا. يبدو أنه محروق بطريقة أو بأخرى. لن آكله. وهذا ماذا؟ مقرف، هذه الفطائر منكهة بالأعشاب والكوسة، أكرههم. وهذه تبدو لذيذة كما أحبها تماما. جدتي، لقد ربحت هذه الجولة. هاي، عملت بجد. أخيراً أريد أن أشرب كوباً من القهوة اللذيذة. حسناً، سيتم الأمر. لقد خطرت لي فكرة رائعة. القهوة الساخنة مملة. اليوم سيكون لدينا قهوة باردة، أي فرابوتشينو. أحتاج إلى رمي المزيد من الثلج في وعاء كبير، ثم إلى إضافة شراب الشوكولاتة اللذيذون. بالطبع، يجب ألا ننسى القهوة نفسها.
بالمناسبة إنها من ستاربكس، وكوكتيل الشوكولاتة تويكس لن يكون زائد بالتأكيد. أخفقه قليلاً وأستخدمه بدلاً من الحليب. وأنا ربما سأقوم بإعداد المزيد من القهوة الكلاسيكية. أعلم أن حفيدتي تحبها. حسناً، أعتقد هذا كافٍ. أسكب الكوكتيل هنا، وفي النهاية أحتاج إلى إضافة الكريمة المخفوقة والقليل من الحلوى الشوكولاتية، بسكويت أوريو، قطعة تويكس، وبالطبع يجب ألا ننسى الأنبوب. أوه، أخيراً حان دوري لصنع القهوة. سأصنع قهوة حقيقية بمساعدة الميزان. سأقيس العدد المطلوب من الحبوب. هذا ما أحتاج. الآن سأقوم بطحنهم يدوياً إلى القوام المطلوب. الآن شاهدوا وتعلموا. فقط سأملأ القهوة بالماء المغلي. هل حقاً تحضر القهوة هكذا؟ رائع. الآن أسكب القهوة في الفنجان والحليب. سأخفقه باليد أيضاً. لا أنسى قواعد التقديم. انظروا إلى هذا الجمال. سوف أبدأ بالقهوة من المنتصف. جدتي، أنا دائماً أتعرف على هذه القهوة. لقد حان الوقت للاعتراف بأنني لا أحبها أبداً. الكوب هذا يبدو أكثر جمالاً. لذيذ، لكنه مر بعض الشيء. بقي مرشحاً واحد أخير. هذا حقاً رائع. أخي، لقد ربحت هذه الجولة. نعم، أخيراً. الجولة الثانية أمامنا. ما الذي سيتعين على المشاركين لدينا فعله؟ شطيرة. أهدى سأل من لديه فرصة للفوز هذه المرة. شيف، الجدة، أو ربما ماذا تفعل يا جون؟ المهمة هي صنع شطيرة وليس أكل مكوناتها. يبدو أن جون يريد أن يصنع شطيرة حلوة. يضع النوتيلا والحلويات. لنرى، مارشميلو، الكثير منها، والشوكولاتة، وشراب حلو، وبعض الرشات. عظيم، شطيرة جون قنبلة حلوة حقيقية. ما رد فعل الجدة؟ يبدو أنها على وشك إعداد شطيرة لحم مقدد. كم هي لذيذة. تضع الخبز في المقلاة، تحمصه جيداً، وبعض اللحم والجبن، والعديد من الطبقات. يمكنكم فقط أن تتخيلوا كم هو لذيذ. لكن الشيف ليس سعيد بذلك. دعونا نرى ماذا سيفعل. نبدأ بالخبز، يحمصه جيداً، ثم يضع أوراق الخس الطازجة والطماطم. واو، إنها حلزونات. هذا لم يعجب الجدة. بالمناسبة، هذا طعم شهي يقدم في مطاعم باهظة الثمن. طعم الذواقة. يقليه ويستمتع بالرائحة. الآن يضعه على الشطيرة بعناية فائقة. لكن يبدو أن الشيف لم يتوقف. إنها أخطبوطات. جدتي، من الأفضل ألا تنظري هناك. إنه يقلي الأخطبوطات جيداً ويضيفها إلى الشطائر. هذا ليس كل شيء. الآن الجبنة. ليس أي جبنة، ولكن الزرقاء. لها رائحة غير عادية، أليس كذلك؟ أخشى أن الجدة لن تقدر هذه الرائحة. أمسك الجدة. الآن الشطيرة على وشك الانتهاء. آمل أن تقدر أما هذه التحفة الفنية للمطبخ الراقي. لا عجب أن الشيف حاول جاهداً. بينما كان طهاتنا يحضرون أطباقهم، بعضهم شعر بالجوع. من الجيد أن هناك دائماً لوح شوكولاتة في متناول اليد. يبدو أن الشوكولاتة قد ذابت. أي أفكار؟ لدى جون أفكار رائعة. يضع مكعبات الثلج في طبق ويملأه بالماء. والآن؟ لقد فهمت. يصب الشوكولاتة المذابة في الوعاء وتدام. زينة جميلة ولذيذة للشطيرة الجاهزة.
الآن حان الوقت للتجريب يا إما. أي شطيرة تحبها أكثر؟ لنبدأ بسندويشة الشيف. إنها لذواق الحقيقيين، لكن إما ليست ذواقة على الإطلاق. هذا أخطبوط وحلزون وجبنة عفنة. هذا هراء مرعب. أعتقد أن شطيرة الأخ أكثر لذاذة. أنت من محبين الحلويات، ستحبي هذا الطبق. انظري كم يوجد مارشميلو وشوكولاتة وشراب. نعم، إما تحب طبق جون. الشيء الوحيد المتبقي هو شطيرة الجدة. ما الذي يمكن أن يكون أفضل من مزيج الجبنة واللحم المقدد؟ بالطبع هذا هو الفائز. آسفة يا شباب، لا شيء يضاهي شطائر الجدة. فوز مستحق. لا أطيق الانتظار لمعرفة ما سيحضر المشاركون. بيض مخفوق بسيط، لكن يمكن تحضيره بأشكال مختلفة. الجدة تسكب الزيت إلى المقلاة. هل يمكنك أن تعطيني الزيت؟ طبعاً. أوبس، يبدو أن شخصاً ما لا يعرف كيفية استخدام زجاجة الزيت. لا جون، لقد سكبت كل شيء. كان يمكنك أن تسأل. بينما تحل مشاكلك، تبدأ الجدة في قليل بيض. يجب أن تسرع يا جون، لا يوجد شيء معقد، فقط اكسر البيض برفق. عليك أن تعمل مع ما لديك. الجدة تضع بالفعل بيضها المخفوق على الطبق، لكن ماذا عن الشيف؟ سأريكم ما هو البيض المخفوق. الشيف دائما يأتي بأشياء غير عادية. هذه المرة هل سيضيف الحلزون؟ الخوخ؟ شيف، هل أنت واثق؟ نحتاج فقط إلى الوثوق بالمحترفين. الكل سيحبون ذلك. هذا الطبق من توقيعي. وصفة سرية ظلت سرية منذ 1000 عام. في مطعم يتم تحضيرها فقط في المناسبات الخاصة. لم يفهم أحد ما هذا، لكنه رائع. كيف حال وجبتك يا جون؟ هل هذا عرض ناري؟ كن حذراً جون، لا تحرق نفسك. هذا الطبق لا يبدو جيداً. الآن أطباقنا جاهزة، حان الوقت لتجربتها. لنبدأ مع بيض الجدة المخفوق. كلاسيكي، جيد، لا شيء خيالي. ما هذا؟ حقاً؟ لن أجربه. لن نجعلك تتعذبين. جربي تحفة الشيف. يبدو أن إما أحبتها على الفور وقررت من هو الفائز. مبروك شيف. الشيف فاز من قبل، لكن هناك تحدي آخر قادم وهو السلطة. يبدو أن هذه المهمة سهلة للشيف. الجدة أيضاً، لكن ماذا عن جون؟ دعونا نرى. لا يزال بحاجة إلى بعض التدريب لتقطيع الخضار. الآن ستعرض الجدة مهاراتها. شاهد وتعلم يا جون. انظر كيف يتم تقطيع هذه الطماطم بالتساوي. ترتبها بين الخس. رائع، وطبعا صدر الدجاج. الروائح فقط لا تصدق. يبقى أن نضيف قطع الدجاج إلى السلطة وننتهي. لكن بالطبع الشيف لا يعجبه الشيء. ماذا سيصنع لنا؟ يأخذ بعض الأعشاب الطازجة والزيوت ويضيفها إلى الخلاط ويخفقها. كالعادة مع أطباق الشيف، لا شيء واضح حتى النهاية، لكن هذا جميل. والآن يضعها في المقلاة ويأخذ محقنة. الشيف لا يتوقف عن إدهاشنا. أوكي. من أين يأتي بأفكاره؟ هذا جميل، لا يصدق. الآن يأخذ أوراق الخس ويمزقها. الآن الطماطم. وما هذا؟ يا لها من طريقة لقطع الجبن واللحم. ماذا عن البقية؟ بالطبع ليس لدى الجدة طريقة خاصة للتقطيع، لكنها لذيذة. جون، ما زلت تقطع الخيار؟ تحتاج إلى الإسراع. حسناً جدتي، هل طلبت قناع الخيار؟ أرنا ماذا حصلت عليه يا جون. هذا ليس مشابه أبداً. يبدو أن لدى جون أفكار رائعة أخرى. هيا فاجئنا. علكة؟ لن تصنع سلطة من العلكة. يبدو أن هذا بالضبط ما سيفعله. وليس فقط العلكة، مربى البرتقال أيضاً والمارشميلو. أعتقد أن إما ستحب هذه السلطة. سوف نكتشف. سأبدأ من هذا. هذا مقرف، مقزز. دور سلطة الجدة. يبدو أنها فاتحة للشهية. ماذا ستقول إما؟ ليس سيئاً، أليس كذلك؟ يبدو أنها حبت سلطة جون. نعم، لدينا فائز.
جون، لقد فعلتها، تهانينا. اكتبوا اسم أطباقكم المفضلة في التعليقات، وربما في المرة القادمة سيحضره أبطالنا في تحدي الطهي القادم. نراكم، إلى اللقاء.